التعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى أغسطس 4 2015. وزي ما بقول كل مرة يا جماعة، محدش يفهمني خطأ، أنا لا أحدد مواعيد أو غيره، أنا أقل من ذلك بكثير. ولو حد فهمني خطأ أن أنا بحدد مواعيد، الخطأ يعني من فهمه لضعفي. أنا لا أحدد مواعيد، بل فقط بقول الكلام ده تشجيع لبعضنا بعضا. في نبوات احنا ما شفناهاش، وربنا كمان وضح لنا والكتاب المقدس وضح لنا انه لن ياتي في مجيئه الثاني الا لما تحصل النبوات دي، زي استعلان ابن الهلاك لسه لم يستعلن بعد. ولكن في علامات من اللي قال لنا ربنا لما تشوفوها بدات تحتاج تستعدوا، فعلا هذه العلامات بدات، فيجب ننتبه ونستعد. الموضوع ده بعمله فقط عشان نذكر بعضنا بعض باحتياجنا الحياه للاستعداد، ومش بس قبل مجيء المسيح، بل قبل الظلمة اللي هتسود قبل مجيء المسيح، اللي مش هيجمع فيها زيت كافي مش هيقدر يعديها، واللي ممكن يضل فيها لو أمكن المختارين أيضا، واللي لو ما جمعش زيت كافي زي الخمس عذار الحاكمات هيبقى زي خمس عذار الجاهلات، وتضيع منه الفرصة، ما يقدرش ينتظر لغاية مجيء العريس ومش هيقدر يدخل مع العريس. أو على الأقل كل إنسان ممكن يسلم ودعته في أي وقت، محتاجين حياة الاستعداد ليل نهار. يمكن ربنا يجي السنة الجاية، يمكن يجي القرن الجاي، ما عرفش. لكن حتى لو هيجي القرن الجاي، ما أنا ممكن أسلم ودعتي بكرة. محتاج حياة الاستعداد. زي ما قلت، الاستعداد إزاي؟ نجمع زيت زي الخمس عذارى الحكيمات إزاي؟ الإيمان العامل بالمحبة، تنقية القلب، الخطايا اللي مسيطرة عليك، ثمر الخدمة، الصوم والصلاة والقراية في الكتاب المقدس، العلاقة والعشرة مع ربنا، وتعكس صورة ربنا للآخرين. وأنتوا عندكم فرصة جميلة هنا في خدمة إخواتنا الأحباء العزاز على قلبنا المسلمين، اعكس لهم صورة المسيح عليك بطريقة تمجد اسم ربنا. مش لأجلكم اسم يهان النهار كله، دي اللي أحب أكررها أكتر من مرة. أشعر أن الضيق اقتربت، ده مش معناها أعرف هتسود قد إيه، الله أعلم، لكن فعلا محتاجين نسرع بالاستعداد من الآن، لأنه لو استنينا البكرة قد ما يكونش في فرصة لحياة الاستعداد. لو ما قمتش من الآن زي الابن الضال، ممكن ما يكونش عندي فعلا فرصة أن أنا أرجع إلى أبي مرة تانية. فنكمل المعلومات اللي قالها لنا ربنا. فربنا قال لنا علامات كتيرة زي الحروب، أخبار حروب، أمة على أمة، مملكة على مملكة، تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف. سامحوني بس اخد شربة مية. قال لنا هتكون في علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الارض كرب، امم بحيرة البحر والاموات تضج، الناس تبقى خايفة من بكرة، وحينئذ يبصرون ابن الانسان اتيا في السحابة بقوة ومجد كثير. ربنا قال لنا العلامات دي ليه؟ زي ما قلت لكم لاسباب كثيرة، منها ثلاث اسباب اساسية. اولا عشان ما نخافش. في انجيل متى 24:6، سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا. السبب الأساسي قال لنا العلامات دي ليه قبل ما تحصل، عشان ما تحصل ما تخافش. عندك كارثة اقتصادية في الدولة اللي انت فيها، ما تخافش، ربنا سبق وأخبرك بيها قبل ما تحصل، قال لك هيحصل الحاجات زي كده. عندك حرائق مولعة في البروفنس اللي جنبك، ولا الاستيت اللي جنبك، ولا الدولة اللي جنبك، ما تخافش. وباء بينتشر في المكان القريب منك، ما تخافش، انت في ايد ربنا مهما حصل، ما تخافش. الحاجة الثانية علشان نؤمن، زي ما قال لتلاميذه، قال لهم ليه على الصلب قبل ما يحصل؟ عشان يؤمنوا. أيضا ده في كل مكان وفي كل زمان، ربنا يقول لنا الحاجة قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن. زي ما قال لنا في إنجيل يوحنا 14:29، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. في زمن ربنا عارف أنه هيزيد جدا 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 التشكيك في الكتاب المقدس، يقول لك ده اتزور، ده اتحرف، ده اتألف، ده اتجمع، ده معلوماته غلط، ده كلامه غلط، ده ربنا اداك علامات اهي بتحصل قدام عينيك وذكرها لك من الاف السنين. فازاي تثق تصدق بعد كده الكلام اللي بيقوله لك المشككين والنقاد، وانت عندك ربنا سايب لك علامات توضح لك صدق هذا الكتاب المقدس. والحاجه الثالثه والاهم هي حياه الاستعداد، زي ما قال في انجيل لوقا متى ابتدات، واركز ابتدات مش اكتملت. لما تبتدي هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. علامات في السماء وكانت كثيرة الأسبوع اللي فات. حمام شهب
من مذنب بطريقة لم تراها المجموعة الشمسية من قبل، وده مش كلامي، ده كلام ياهو نيوز. معايا؟ الأرض كان أمامها 12 ساعة يوم الأربعاء اللي فات لتستعد لعاصفة شمسية قوية جدا، ولكن ربنا، نشكر ربنا، حمى الأرض من هذه العاصفة الشديدة. وبرضه ده من ياهو نيوز قدام حضراتكم. قمر لونه أزرق نادر يظهر مساء الجمعة الماضي، ده من يو اس توداي. ويوم 29 يوليو من 5 أيام فاتوا حصل قمر دموي غير متوقع غير مفسر حتى الآن في روسيا، وصورته أمام حضراتكم، واللي عايز يشوفه أدي لينك اليوتيوب لو يحب يدخل يشوف. كرات نارية تحول السماء للون الأخضر فوق الأرجنتين، وأدي الخبر قدام حضراتكم، وأدي صورة الكرات النارية اللي أخذت لون أخضر. الكتاب المقدس لما قال النجوم تتساقط أو الأجسام الفضائية تتساقط، الناس قعدوا يقولوا الكتاب المقدس غلطان، إيه الخرافات دي؟ طب إيه ده كله اللي قدام حضراتكم ده؟ نيزك يصيب شمال إيران، وكان فعلا قوي ودمر بعض الأماكن. الطقس والعالم المضطرب والأمواج الحاصلة في العالم. عاصفة اللي هو سايكلون قوي نادر يحضر خليط من الصيف والشتاء إلى شمال أمريكا، ما بين حر شديد لمطر كتير، لحر شديد لمطر كتير. بانكوك تستغرق باستمرار، وقد تغرق تماما وتنتهي بعد 15 سنة. حتى الخبر كان بيهزر وبيقول اللي ما يحقش يشوف بانكوك يروح يشوفها بسرعة، لأنه بعد 15 سنة مش هيكون في مدينة اسمها بانكوك إنيمور. جفاف كاليفورنيا قد يمحي مدن من الخريطة، وده من سي بي اس نيوز. وبعض المدن قد تهجر تماما في كاليفورنيا بسبب الجفاف الشديد اللي مستمر. آلاف عمال الإطفاء يحاربون عشرات الحرائق في كاليفورنيا، وده برضو من ياهو نيوز قدام حضراتكم. والحرائق التهمت عشرات الآلاف من الفدادين للأسف في كاليفورنيا، وبرضو طبعا في ساسكاتشوان في كندا. إيران تصاب بموجة حارة خانقة تصل لدرجة 154 فهرنهايت أو 67.8 مئوي، وتقترب من أعلى رقم حراري سجل على سطح الكرة الأرضية، وده من واشنطن بوست. فإيران اتضربت بحاجتين في نفس الوقت، حرارة عالية جدا مع نيزك. أيضا قبرص تصاب بموجة حارة لم تراها من قبل، وتحذير للمواطنين. واشنطن دي سي تغرق تدريجيا، وأضف إلى ذلك مخاوف من ارتفاع سطح البحر، وده برضو من physics.org. عاصفة رملية تبتلع عمان، ويضطروا إلى تحويل رحلات الطيران، وفعلا منظرها مرعب لما تشوفها بالفيديو، وتشوف العاصفة دي بتلتهم الأماكن إزاي، وفجأة المكان اللي أنت شايفه ما تعودش تشوفه مرة تانية. الزلازل، والكتاب المقدس سبق وأخبرنا أن الزلازل هتزيد وهتزيد، وبقول لحضراتكم ابتدت فعلا تزيد في قوة وفي العدد. زمان كان بيحصل في السنة 30 زلزال مهمين، ده الكلام ده لغاية سنة 2007 و2008، دلوقتي بنتكلم على 30 زلزال في اليوم. رقم 6 ورقم 7 بيحصلوا كم مرة في السنة يتعدوا، دلوقتي بنتكلم على رقم 6 مرة في الأسبوع. يوم الثلاث اللي فات 53 زلزال في يوم واحد، وادي اهو من يو اس جي اس ان وان داي 53 earthquakes، منهم كتير فوق الخمسة. يوم الاربع 51 زلزال، منهم 6.3 في الاسكا وكتير فوق الخمسة. يوم الخميس 57 زلزال برضو اهو من يو اس جي اس 57 earthquakes ان وان داي، كتير منهم فوق الخمسة، 5.7 في استراليا وهكذا. يوم السبت 39، يوم الحد 41، يوم الاثنين 5.35 وهكذا. زلزال هو 6.3 اللي تم في ألاسكا للأسف ضرب بجوار بركان، ومخاوف تزيد من انفجار هذا البركان. البراكين والدخان والنار اللي قالنا عنها الكتاب المقدس. براكين تغطي سماء اندونيسيا بالرماد، ده من ABC نيوز.
انفجار صغير لبركان هاكوني في اليابان. زمان كنا نسمع عن 3 أو 4 براكين في السنة، دلوقتي بقينا نسمع شوفوا عن كام بركان في الأسبوع مش في السنة، والبراكين اللي مستمرة في النشاط بتاعها. انفجار بركان نيفادو في كولومبيا، وده برضو من ياهو نيوز، ادي منظره قدام حضراتكم. انفجار نادر لبركان كالبوكو في شيلي، وده برضو من ياهو نيوز، وادي الخبر قدام حضراتكم. انفجار بركان بوبوكاتيبيتلي في المكسيك. خروج حمم من بركان أوبيناس في بيرو، كل ده في أسبوع واحد، واخدين بال حضراتكم؟ انفجار بركان منام في بابا نيوجيني، ده من فوكس نيوز. البراكين يقولوا عليهم العلماء تنفجر في كل مكان في العالم، من ألاسكا للمكسيك للفلبين لغاية أستراليا والجزر اللي جنب أستراليا زي بابا نيوجيني. كل الكرة الأرضية دلوقتي فيها براكين، حتى براكين تحت سطح المحيطات. اللي مش شايف العلامات دي كلها وشايف إن كل حاجة زي الفل وتمام ويلا المشاغل والعيش والمعيشة واللي عايشينها والسياسة والاقتصاد والأزمة الاقتصادية والكلام ده كله، فعلا مهم إن أنت تهتم بأسرتك ومستقبلك، ولكن ربنا بيديك علامات برضو محتاج جدا تهتم لحياتك الأبدية في زمن ربنا عارف إن العالم هيسرق فيه وقتك ويخليك ما تستعدش. ليه ربنا بيديك العلامات دي؟ بالإضافة إن أنت ما تخافش، بالإضافة إن أنت تؤمن بصدق الكتاب المقدس عشان تستعد في زمن ربنا عارف إن العالم هيكون متفنن في سرقة وقتك. المسلسلة والفيلم والسياسة والأخبار وتعليق الكابتن فلان وتعليق المذيع العلاني، ويا ترى حصل إيه في الحالة الاقتصادية، وجابوا المجرمين في الحتة العلانية ولا لأ، وهكذا وهكذا وهكذا، وتلاقي اليوم جري وتيجي تنام وانت مش قادر خلاص تركز وتفتكر ان ايه ده انا ما وقفتش حتى 2 3 قدام ربنا ولا حتى قريت لي صح واحد في الكتاب المقدس. صح؟ بيحصل كده معانا ولا ما بيحصلش؟ ربنا بيدي العلامات دي مش بس عشان العلامات في حد ذاتها ولا علشان تحدد ازمنه، لان احنا مش هنقدر نحدد ازمنه، لكن عشان يفكرك في زمن بيسرق لك وقتك ان انت محتاج تستعد. فتحات ارضيه اللي كانت زمان تعتبر عجيبه من الاعاجيب، دلوقتي بقت بس كل اسبوع بنسمع عنها. فتحة ارضيه تبتلع سياره، كل اسبوع في فتحة ارضيه تبلع عربيه، اهي قدام حضراتكم في امريكا. فتحة ارضيه اخرى في سان دييغو في كاليفورنيا، واهي قدام حضراتكم، واخرى في انديانا، اهي برضو قدام حضراتكم. الموت الكائنات الجماعي زي ما قال لنا سفر هوشع اللي هو هيكون قبل عقاب الانسان في هوشع 4 يوم 25 يوليو. زمان على فكرة كنا نسمع عن موت الكائنات الجماعي حادثتين ثلاثة في السنة، دلوقتي بنسمع عن حادثتين ثلاثة في اليوم. كنا بنسمع عن حادثتين ثلاثة لغاية سنة 2006 و2007 بنفس الوسائل ونفس الساتلايت ونفس الأخبار ونفس المراسلين وكل شيء، ما تغيرش التكنولوجيا، ما تغيرتش، هي نفسها، لكن كان يترصد حالتين ثلاثة في السنة. طب الزيادة دي مش تؤكد ما قاله الكتاب المقدس زي ما قال العقوبة والطبيعة تتقلب وسمك البحر ينزع؟ يوم 25 يوليو قتل 250 حوت في جزيرة فاروي. نفس اليوم موت كم كبير من الجمبري والأسماك في إندونيسيا، وآد المنظر، بصوا بشاعته قد إيه قدام حضراتكم. يوم 26 موت كم كبير من الجمبري في بنجلاديش، ده من نيوز ناشونال. نفس اليوم موت مئات من الأسماك في نهر في أيرلندا، وآدي الصورة قدام حضراتكم أو الخبر. نفس اليوم موت الآلاف من الخراف في بيرو، يتعدوا 2000. يوم 27 قتل 10200 من الدجاج بسبب إنفلونزا الطيور في ألمانيا، وأصبحت من دولة إلى أخرى. نفس اليوم موت 200 طن، أكرر 200 طن من الأسماك في خليج في إيطاليا، وادي صورة الخبر قدام حضراتكم. بص الكمية البشعة قد ايه اللي شايف معايا الاخبار. ايضا نفس اليوم موت كم كبير من الاسماك في فنزويلا. يوم 28 موت مئات الالاف من اسماك السلمون في نهر كولومبيا في امريكا، وهو تقريبا نصف اسماك النهر كلها، او يقول عليها half of Columbia river salmon.
نفس اليوم موت الالاف من الكابوريا في شاطئ في نيوجيرسي في امريكا، وادي صوره الخبر قدام حضراتكم. ايضا نفس اليوم موت اطنان من الاسماك في نهر في البرتغال. والعلماء بعد ما زمان كانوا بيحددوا على سنه 48 42 ولا 48 سمك البحر هينتهي تماما، دلوقتي بيقولوا لا ده قبل كده بكتير، يعني قدامنا كام سنه وما يبقاش في حاجه اسمها سمك، سمك ده يبقى ذكرى. ربنا يسامحك يا اللي بتشتم، وربنا يفتح عينك في يوم من الايام يا رب. anyway ايضا نفس اليوم موت 30 طن من الاسماك في بحيره في الصين، دلوقتي بينا بكل اسبوع بنتكلم على اطنان. وهذا المنظر قدام حضراتكم، بصوا قد ايه. ايضا نفس اليوم موت كم كبير من الحيوانات البحريه المختلطه، ثدييات وطيور بحريه واسماك على شواطئ البحر الهادي في امريكا. هذا الخبر قدام حضراتكم. يوم 30 يوليو موت الالاف من الاسماك في بركه في كولومبيا. نفس اليوم الحرارة تقتل الكثير من الأسماك في شمال غرب الهادي، ده من US Today. يوم 31 يوليو موت الألاف من الأسماك في بحيرة في مينيسوتا في أمريكا. وأيضا نفس اليوم موت 3000 بقرة بسبب الأبطار في الهند. وأيضا نفس اليوم موت أكثر من 1000 شاة في كازاخستان. حتى الآن في 7 شهور من يناير ليوليو، لما كنا بنتكلم على حالتين ثلاثة في السنة، احنا وصلنا حتى الآن سنة 2015 7 شهور بس 545 حالة موت جماعي للكائنات في 80 دولة. لغاية سنة 2006 و2007 كنا بنتكلم عن حالتين ثلاثة في السنة. مش ده اللي الطبيعة تطلف سكانها؟ مش ده اللي قال عنه سمك البحر ينزع؟ مش ده اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس على موت الكائنات بهذا المنظر؟ صح ولا غلط؟ طب ده معناه ايه؟ هل انا جاي اقول لكم صحيفة وفيات الكائنات الحية؟ لا، مش ده هدفي. لكن الكلام ده سبق واخبرنا بيه الكتاب المقدس، اولا عشان ما نخافش، فقال لنا عنه قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش، وقال لنا عنه قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن بصدق الكتاب المقدس اللي سبق واخبرنا ان ده هيحصل في الايام الاخيره. وايضا اخبرنا بيه علشان لما تبدا الحاجات دي قدام عينينا ونشوفها ونسمع عنها نستعد في زمن عايز يسرق فيه الشيطان وقتك عشان ما تقضيهوش مع ربنا. استعدوا حقيقي، الزمان بقى صعب. ضربه جراد تصل ان تظلم السماء وتهدد محاصيل جنوب روسيا، ده من ABC نيوز، وفعلا منظر الفيديو بشع. العلماء يخشون الطحالب السامة التي تنتشر في شواطئ الهادي وتقتل أغلب الكائنات. الأوبئة زي ما قلنا هتسمعوا عن أوبئة، وفعلا عدد الأوبئة زاد. بصوا كم واحد بيموت في اليوم من البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية في مستشفيات أمريكا حتى بس، بصوا وصل عددها قد إيه. لو هتاخدوها إجماليا أكتر من الكوليرا بتاعت مصر اللي ضربته في منتصف القرن الماضي. الأوبئة أميبا أكلت خلايا المخ تظهر في مياه الشرب في لويزيانا، ده من ياهو نيوز، فاسمها برين إيتينج أميبا. تزايد حالات مرض الليجيونير أو الفيلق في نيويورك. الحكومة الأمريكية تبدأ تجربة مصل الإيبولا المعدلة جينيا على البشر بعد نجاحه مع القردة، وده من فوكس نيوز. نقاش في الكونغرس على ما فعلته منظمة الصحة الأمريكية، والخبر ده كارثة على فكرة، وأرجو تركزوا فيه، واللي عايز يتأكد منه أنا حسب لكم لينك الفيديو راح يتفرج عليه وجايب لكم كمان الدقيقة قد إيه. النقاش ده تم في الكونغرس وعلى العام والناس كلها سمعته، على ما فعلته منظمة الصحة الأمريكية CDC من إن هي جمعت كل العلماء اللي بيبحثوا في موضوع الأوتيزم، اللي في نفس الوقت على فكرة اتقتل كذا دكتور متخصص في أبحاث الأوتيزم، والعلماء دول وعلاقته بالتطعيمات وخاصة زي تطعيم MMR المامبس والميسلز والروبيلا، وقامت عمدا، وده مش كلامي ده كلام عضو الكونغرس، وقامت عمدا
بتدمير كل الأدلة اللي تربط الأوتيزم بالتطعيمات. اللي عملت الكلام ده السي دي سي الأمريكية، منظمة الصحة الأمريكية. أنا كذاب، آدي الفيديو ده مش لا من يوتيوب ولا متفبرك ولا غيره. اللي عايز يسمع السيناتور بنفسه بيتكلم عن هذا الأمر وبيقدم الملفات والأدلة عليه، أهو سايب لكم اللينك في الفيديو وتقدروا تدخلوا تسمعوا من بداية الساعة ودقيقتين، يعني فوتوا الفيديو لغاية ساعة ودقيقتين واسمعوه لما هيتكلم. ايه رأي حضراتكم؟ احنا تعدينا مرحلة الكونسبيراسي ثيوري، نظرية المؤامرة، الى اعلان المؤامرة. الدكتور اللي قتل في سلسلة قتل الاطباء اللي جبت لكم اخبارهم الاسبوع اللي فات، السبعة اللي اتقتلوا ورا بعض واللي كانوا كلهم مركزين على ادراسة الاوتيزم وعلاقته بالتطعيمات اللي زادت بجنون، واللي أكد علاقة التطعيم بالأوتيزم أو المرض التوحدي عند الأطفال. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده من واشنطن بوست. أهو. وآدي برضو اللي عايز يتأكد جايب لكم اللينك، اللي عايز يدخل ويقرأ الموضوع بنفسه. وحقيقة عجبتني جدا واشنطن بوست لأنها قدمت البرونز والكونز في نفس الوقت وثابت للقارئ إن هو يحكم بنفسه، وده شيء كان رائع منهم. ملحوظة مرة تانية أؤكدها، أنا لست ضد التطعيمات، محدش يفهمني خطأ. التطعيمات أنقذت حياة بشر كثيرين جدا. أنا ضد الجنون اللي بتعمله شركات المافيا الأدوية العملاقة في التطعيمات بالكمية الرهيبة دي كلها. سوء استخدام التطعيم بهذا الشكل يؤدي لكوارث وإحنا شايفينها. الأوتيزم بدل ما كان واحد للألف أصبح واحد لحاجة وستين. الجلوبال ديلي اللي حاصل لحالات بعض الأطفال، المصائب دي كلها. الطفل بدل ما كان بياخد التطعيمات الأساسية اللي فيها خوف في المنطقة اللي فيها، دلوقتي بقينا نرزعه 60 تطعيم وهو لسه مجهز المناعة ما اكتملش عنده. الله أكبر، كلما موحد. طيب كويس يا اللي موحد، اهلا وسهلا بيك وربنا يبارك حياتك. ورده ليك. معايا؟ سامعيني يا جماعه؟ هل عندي صوت؟ طب نشكر ربنا. انا لا اتكلم على نظريه مؤامره هنا، انا جبت لكم تسجيلات من الكونجرس وجايب لكم وكالات اخبار بتتكلم على هذا الامر، وانا لست ضد التطعيمات، التطعيمات بتنقذ حياه البشر، ولكن الجنون في التطعيمات اللي ملهاش لزوم، اللي بتدمر جهاز مناعه ابنك قبل ما يكتمل، هي دي الكارثه والخطوره. اللي مش عارف الجنون اللي بيعملوه ده ليه، وراها اكيد الشيطان الذي كان قتالا للناس منذ البدء، وبيستغل حب المال عند البعض عشان يعمل هذا الجنون. كارولينا الشمالية تدفع بقانون يمنع مشاركة المعلومات عن التغذية للأطفال المرضى. يعني إيه؟ يعني لو الأسر أو الدارسين اللي بيدرسوا موضوعات النيوتريشنال انفورميشن للأطفال العيانين ممنوعين إنهم ينشكوه. ليه؟ يعني الطفل يموت علشان مش راضيين تدوا لأسرته المعلومات؟ اخبار حروب. لا، ما انا جبت لكم الفيديو قبل كده من البنتاغون على موضوع تطعيم الشرق الاوسط والبلاد اللي فيها حروب زي افغانستان وباكستان والكلام ده كله عن طريق الرش الهواء، لو تفتكروا. اللي يرجع للفيديو بتاع البنتاغون ده، كان فيديو في البنتاغون متصور في البنتاغون وعباره عن جين جديد ازاي ان هو يصيب بس المتطرفين الدينيه او اللي بيؤمنوا باشياء دينيه. جين التدين سموه. Anyway، أخبار الحروب اللي قال لنا هتسمعوا الكتاب المقدس عن حروب وأخبار حروب. روسيا والصين يبنوا معا أسلحة فائقة السرعة تمثل خطورة على أمريكا، ده من ياهو نيوز. خريطة الأمن القومي الأمريكي توضح مقدار تهكير الصين على الأهداف الأمريكية، ده من NBC نيوز، وأدي الخريطة قدام حضراتكم. كل اللي أنتم شايفينه بالأحمر ده، ده الصين تم التهكير على مواقع رسمية أمريكية.
الصين التهكير بتاعها خلت امريكا لعبة كرة شراب. اوباما وبوتين وروحاني واكسي اللي هو بتاع الصين وهولند من فرنسا سيتكلمون امام الامم المتحدة في يوم واحد عن الخريطة السياسية، وده من الجارديان. إيران تقول أنها ستمنع المفتشين الأمريكان النوويين من تفتيش الأمم المتحدة. ده من ياهو نيوز قدام حضراتكم. ما إيران طالما مطمئنة إن هي مسنودة بكابتن أوباما هتعمل اللي هي عايزاه. إيران ستبني 4 مفاعلات في العقد القادم. إيران تستطيع أن تطلق ساتلايت محملة بصواريخ نووية، يعني توجهها من الفضاء مش من الأرض في إيران. اتفاق إيران النووي هو أكثر من كل معونة أمريكا لإسرائيل من سنة 1948 وحتى الآن. اتفاق إيران النووي إيران هتحصل فيه على 150 بليون دولار إسرائيل خدت من أمريكا. إسرائيل اللي هي طفل أمريكا المدلل خدت من أمريكا من سنة 48 وحتى الآن 124 بليون. يعني اللي هتاخده ايران في الاتفاق النووي ده اكتر من اللي خدته امريكا في 60 سنة، اللي خدته اسرائيل في 60 سنة من امريكا. ادي الخبر قدام حضراتكم بالارقام. جون كيري في الاستجواب يوم الاربعاء يقول ان الحكومة الامريكية لن تعلن عن تفاصيل الاتفاق النووي الايراني للشعب الامريكي. هم مش بيقولوا ان امريكا مضت للاتفاق النووي؟ هو الشعب الامريكي دلوقتي اصبح مش جزء من امريكا؟ امال مين امريكا اللي هي عارفه الاتفاق لما الشعب الامريكي ممنوع ان هو يعرف؟ هو ايه الموضوع بالظبط؟ ايران تطالب بان ينزع السلاح النووي من اسرائيل وغيرها من الدول، ده من ياهو نيوز. في الوقت اللي يدافع فيه اوباما عن اتفاق ايران النووي، آية الله الإيراني ينشر كتاب جديد عن كيفية خداع أمريكا وتدمير إسرائيل، ده من نيويورك بوست. الراجل ده صريح شغال بيتكلم براحته. وإسرائيل تعطي لإيران شهر فقط لتنهي أي نشاط غير مشروع نووي. فنتنياهو فاض بيه الكيل وقال خلاص هو شهر واحد. لو إيران ما وقفتش الأنشطة الغير مشروعة النووية إسرائيل هتضرب ويحصل اللي يحصل. ربنا يستر على شهر 9. محدش على فكرة يسمع الإشاعات بتاعة شهر 9 والدنيا هتخرب والهرمجيدون والكلام ده كله، معرفش. عشان في ناس كتير ابتدت تحدد موضوع شهر 9، أنا لا أؤمن بهذا. بقول ممكن أحداث تحصل، ممكن، لكن محدش يفهم الله منها أكبر. برضو. طب تعالوا نطرد الراجل ده. معلش كله للخير، معلش الناس متضايقة ليه؟ خلاص اتحملوا، فاضل 5 دقايق وسلم الغرفة. على فكرة الناس اللي بتتكلم على شهر 9 أنا لا أؤمن بالكلام ده، اللي ابتدوا يحددوا مواعيد ويقولوا في شهر 9 هيحصل كذا وبالظبط مع الرابع قمر دموي، في أحداث تحصل، ممكن أحداث تحصل بس مش نهاية العالم. اللي بيحددوا نهاية العالم في شهر 9 أنا لا أؤمن بهذا الكلام. أنا بقول إن فعلا غالبا في حاجة مثيرة هتحصل في شهر 9، مشكلة اقتصادية، حرب معينة، حاجة زي كده ما بين حد والتاني، إسرائيل بتاع، لكن لا أقول إن في مواعيد معينة أو نبوة معينة هتتحقق أو هي دي النهاية. فاهمني؟ شايف حضرتك إن اتفاق رائع رغم إن هو ما قالوش بنود الاتفاق والسايد ديلز، ما علينا. حضرتك حكمت عليه ان هو اتفاق رائع من غير ما تعرف بنود الاتفاق، وحكمت عليه ان هو اتفاق رائع من غير ما تعرف السايد ديلز او الاتفاقيات الجانبية المرتبطة بهذا الاتفاق. امال ازاي حضرتك عرفت ان هو اتفاق رائع رغم ان انت ما شفتهوش؟ ما علينا. تركيا وامريكا يخططوا لمنطقة محايدة في شمال سوريا، ده من BBC نيوز. احد مؤيدي داعش في امريكا كان يريد ان يكون حقيبة ظهر بها متفجرات لتنفجر وسط الزحام، فدلوقتي ممكن حقيبة ظهر تنفجر، مش بس حزام ناسف، وكمان ممكن زي ما قلت لكم الطائرة اللي بدون طيار دي تكون شايلة مفجرات وتنفجر. ربنا يحامي على أولاده. الفلسطينيين يلقون صاروخ على اليهود في جبل الهيكل، فاليهود يشتبكون مع الفلسطينيين في الأقصى، وده من ياهو نيوز. أسرع لأن الوقت خلاص دهمنا. جون كيري يعد لزيارة الشرق الأوسط بعد اتفاق إيران النووي، ولكنه يرفض أن يشمل إسرائيل في جولته في الشرق الأوسط.
أخبار عامة، الصين تدفع لإعادة كتابة قواعد الإنترنت، فالحرية اللي بعض الناس مستمتعة بيها في النت قد تكون قريبا عهدها قرب يخلص، ونمشي بالنظام العالمي في قواعد الإنترنت. بحث آخر جديد يؤكد جينيا أن حواء كانت بالفعل حسب الأعمار التي ذكرها الكتاب المقدس، اللي هي 6000 وشوية سنة. الكتاب ده على فكرة جميل، وأنا قريت مقدمة عنه، هحاول أجيب الكتاب ده وأقول لحضراتكم بعض الموضوعات منه. ولكن على فكرة هندرس، كنا أوريدي محضر موضوع اللي هو إيف أو الميتوكوندريال إيف، وده هنتكلم عليه في يوم من الأيام. اليابان تطلق أقوى شعاع ليزر ينتج طاقة 1000 مرة الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأرض، ده من ميل أونلاين. كمية مهاجرين ضخمة تحصل على الجرين كارد في كاليفورنيا، وده إدارة أوباما. المدن الأمريكية الكبيرة تستعد لتطبيق الشريعة الإسلامية، أو على الأقل على المسلمين. ألف مبروك أسلمت أمريكا. أوباما يريد آخر 18 شهر أن يسيطر على الأسلحة في أمريكا، ده من سي إن إس نيوز. أوباما يقول أنه لو سمح له أن يترشح للانتخابات مرة ثالثة هو واثق أن هو يفوز، ويقول بس الكونجرس يمنع أن أنا أترشح للمرة الثالثة. على فكرة أوباما تخطى الكونجرس 2015، يتخطاها 13 مرة. هل يكون هيتخطاها للمرة ال14 ويترشح للانتخابات؟ Who knows. قسم الأمن الوطني يعد لنشر طائرات آلية صغيرة بها كاميرات تجسس، فخلي بالك أنت هتبقى متراقب في أي مكان. ساعة أبل ووتش اللي هو الآي ووتش تعتبر الآن تكنولوجيا قديمة، الحديثة هو زراعة جهاز يشبه الآي ووتش بس تبقى مزروع في الداخل. غضب شعبي في نيفادا بسبب استبدال علم أمريكا بعلم الشواذ فوق رينو اللي هو السيتي هول، فشالوا علم أمريكا وعلم أمريكا بقي مكانه علم الشواذ. ألف مبروك يا أمريكا، علمك بقي علم الشذوذ. الأمم المتحدة تريد أن تتحكم في التعليم الخاص بحجة حقوق الإنسان. إسرائيل تقول أن البحر الميت يختفي بمعدل سريع وهو يمثل صدمة، وأدي فعلا بحر الميت بينشف بسرعة شديدة. أخبار اقتصادية، استمرار انزلاق وانخفاض الأسهم الصينية، ده من سي إن بي سي نيوز. الأسهم الصينية تنخفض يوميا بطريقة لم تحدث من 2007، فكتير من المحللين بيقولوا نحن على وشك كارثة اقتصادية بتاعة 2008. انخفاض الأسهم في آخر يوليو 500 نقطة. محاولات ومخاوف من استمرار انهيار الأسهم حول العالم، ففي مشاكل اقتصادية حتى لو ناس كتيرة مش حاسة بيها. أحد الخبراء الذي توقع بداية انهيار الأسهم مرتين سابقا يتوقع واحدة أخرى قريبا، بيقول عليها في نهاية 8 بداية شهر 9. اضطهاد المسيحيين، انفجارين يهزوا كنيستين يوم الأحد صباحا في نيو مكسيكو في أمريكا، وده من ياهو نيوز. فالانفجارات مش بس جنب الكنائس في مصر، ده كمان جنب الكنائس في أمريكا. التقارير توضح أن اضطهاد المسيحيين يجتاح العالم، وأكثر عقيدة مضطهدة في العصر الحديث هي المسيحية، وأكثر شهداء للعقيدة هم المسيحيين على مستوى العالم. تصاعد اضطهاد المسيحيين وبشدة في الصين، على فكرة الصين بتقفل كنائس وبتردمها وبتضطهد المسيحيين بشكل عنيف. تكرار حالات الذين يدعون أنهم المسيح، راجل واحد تاني دلوقتي من أستراليا يدعي أن هو المجيء التاني للمسيح، وده من ميل أونلاين، وأدي منظره. تكرروا اللي بيطلعوا يقولوا إن إحنا المسيح وإحنا مجيء المسيح التاني. أوكلاهوما المحكمة العليا ترفض طلب بالاعتراض على قرارها التي فيه تأمر بإزالة لوحي الشريعة. خلاف شديد حول قرار ولاية كنتاكي لإجبار منع القصوص من ذكر كلمة خطية لوصف الشذوذ. فدلوقتي القس يقرأ الكتاب المقدس بس أوعى ينطق على لسانه يقول الشذوذ ده خطية. ما علينا. الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له. جراهام يقول إن أوباما يحاول أن يصدر الانحلال الأخلاقي للعالم، وفعلا أوباما بيحاول يجبر الدول الأفريقية على موضوع زواج الشواذ. الشركات الأمريكية العملاقة تعطي حقوق للشواذ بجنون، وأصبح دلوقتي اللي يقول الشذوذ خطية يتهم بالكره وممكن يوصل للعقاب وللسجن أو غرامة مادية. اللي يقول من الشذوذ إن الكتاب المقدس خطأ يقولوا له براحتك يا حبيبي ده حرية. ويل للقائلين الخير شر والشر خير. ده اللي بيحصل في العالم حوالينا. طيب احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب ان احنا نستعد.
ما نعرفش المسيح هيجي امتى، يجي بكره، يجي القرن الجاي، ربنا هو اللي عارف، ملناش ان احنا نتدخل في المواعيد. ولكن ربنا قال لنا، هيقول لنا الحاجات دي قبل ما تحصل. ليه؟ اولا عشان ما نخافش، حاجة تانية علشان نستعد، عشان نؤمن، الحاجة التالتة عشان نستعد. استعد زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا 13، هذا وأنتم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ فإن من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لأسلق بلياقة. وده اللي بطلبه من الناس. أنا بقول الموضوع ده كل أسبوع، مش بس عشان وكالة أخبار ولا دايهم مني في شيء، لكن بقول الوقت قصير وممكن نسلم ودعتنا في أي وقت. محتاج تبدأ حياة التوبة من الآن. اللي مسيطر عليه حاجة فيها أي علاقة بالبطر يتخلص منها الآن. اللي مسيطر عليه سكر في أي شيء، ليس فقط الكحوليات، إدمان مخدرات، إدمان سجاير أو غيره، الآن مفيش فرصة فاضلة. عهر، بيتفرج على اللي بيتفرج على حاجات غير لائقة، محتاج يتخلص منها الآن. الخصام ما بين الإخوة، التكبر، الحسد، مفيش فرصة الآن. تقف قدام ربنا وتقول يا ربنا بروحك القدوس افحص قلبي وخلصني من خطاياي وطهرني منها، وتبدأ حياة التنقية وحياة التوبة الآن. تبدأ حياة الاستعداد وتكون في المسيح اليوم، تتخلص من الشهوات اليوم، الساعة دي، اليوم ده، لأن بكرة قد ما يكونش ليه وجود، أو بكرة قد يكون في ظلام شديد مش هتقدر تجمع فيه زيت يكفي للظلمة. ترس لو ما تمسكتش بالمسيح، قد لا يكون هناك في المستقبل وقت كافي قبل الظلام لتجمع زيت كافي عشان تعدي فيه. ما تخافش، انت في ايد ربنا. خوف العالم لا تخافوه، اؤمن بالكتاب المقدس اللي قالك بالكلام ده كله، وعارف ان ده كان هيحصل قبل ما يجي، في الوقت اللي بيشكك العالم فيه في الكتاب المقدس، واستعد. افرحوا، عريسكم اقترب. خلي بالكم، الشيطان عارف ان هو ليه كمان زمان يسير، فبيزود من خداعه. فمحتاجين الامانه اللي في ايديكم، اسرتكم، الشغل بتاعكم، خدمتكم، اولادكم، محتاج تكونوا امناء زياده عليها، لان الشيطان بيحاول يخدعهم. واستعدوا، ممكن نسلم ودعتنا في اي وقت. والمسيح اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبه، واستعدوا لاستقبال العريس.